بين الأربعة طلعوا لي القرعة. صب بندر العلي حياك. اللي بعده استوب كذلك وائل خواجي سالب 60 للكل. اللي بعده استوب عبد الله بن دفنه. اللي بعده استوب كذلك سالم او عبد المجيد الطويرش. عبد المجيد الطويرش حياك الله حبيبنا بندر علي، كذلك وائل الخواجي، عبد الله بن دفنة، حبيبنا عبد المجيد الطويرش. نبدأ المسابقة، اختاروا اي بلوك. ها صندوق يا شباب، خمسة راح. اختار رقم 8. والله حظك زين، قبل انت عطى صندوق. انا حظي زين بس انا والله ودي ما اضيعكم يا شباب. عبد الله بن دفنة ايش تحس يا شباب؟ احساس يلا سريع. انا احس قبل شوي اختاروا كمهم؟ خمسة. خمسة. انا هو 8 اقول. كم؟ شباب عبد الجزائر زايد، نوحد الصوت شباب وقت المسابقه عشان ما نشوشر. انا ودي واحد على احد بعد اذنكم. واحد قد اختاروه؟ لا باقي، لا اول أنت. اول دايما يختارونه. طيب انا عادي. اي واحد، اي رقم؟ واحد. ثمانية. انت ثمانية خلاص. ثمانية يلا. ثمانية. بلوك رقم 8 ان شاء الله حظه زين. نشوف السؤال الاول لبندر العلي. طبعا اللي راح صندوق 1000 ريال، وراح صندوق اللي هو 600 ريال، صندوق 300 ريال، وهامور. يعني باقي 1000 ريال غيره و600 ريال غيره والمبالغ الماليه الثانيه غيرها. يقول السؤال بندر علي صالح بعد اذنك، ما هي الدوله التي عملتها الاوقيه؟ الصومال، موريتانيا، جيبوتي. لا بس شوف اخشى تشوشون على واحد وبعدين حتى لو تشاوروا بينكم الاجابات ما نبي. شاركني. تعرف السؤال انت؟ ان شاء الله اقول. خلي مشاركه جماعيه. انا ميت ولا اقول موريتانيا؟ في احد عارف شيء ولا لا؟ لا والله انا ما نعرف. انا اقول موريتانيا. ها حد بيشاركني؟ دقيقه. موريتانيا توكل على الله. جيبوتي مغامره. شباب نوحد صوتنا. جيبوتي مغامره. جيبوتي مغامره. يا ذكي ماني شريك. لا لا موريتانيا يا اخي. تقول ما ادري انا. قلت لك انا اقول لك يلمح لك هو بس. 60 ريال خصم على بندر علي. معوض خير. حطني اكيد. لا تقول. ما عليه. والخواج السؤال لك، سؤال ثاني. يقول السؤال ما معنى زرياب؟ طائر جميل الصوت، الشخص البخيل، الشخص شديد الغضب. عندك ثلاث وسائل مساعدة. هذه الإجابة العاشرة دي. طيب شباب في أحد عارف؟ في أحد عارف؟ لا والله مش عارف. أحد عارف؟ توقع بس ما عارف. طائر جميل الصوت، طائر البخيل، أو الشخص البخيل، الشخص شديد الغضب. زرياب. أنا أتوقع إنه زرياب الشخص شديد الغضب أو البخيل. طائر الجميل لا. طائر جميل الصوت. إجابة صحيحة، برافو. يلا اللي شوف اللي عندك واحد اثنين ثلاثة وأربعة، أربع خيارات وأربع صناديق. يا رب. يا هلا لك محمد داري. ها أنا قلت لك يا شباب أنا كذا إحساسي يقول واحد بس ما أدري. يلا اختر. يلا اختار. احنا شركاء عندك ولا لا؟ لا ساعدوني شباب، قولوا لي انتم يعني هذا اختيار واحد. والله ما اتوقع انه واحد. تكلنا على واحد. رقم واحد اختيار وائل الخواجه. لا هذا الاختيار العاشر مو الرابع ولا شيء، ما له دخل. طيب اوه الحمد لله. بس ما ادري فوق ولا تحت. هذا اللي يصلي عاد. عموما تستاهل الف برافو حظك قايم يا وائل. الحمد لله يا رب. تستاهل. الحمد لله يا رب. عقبالكم يا عيال. تستاهل. الحمد لله يا رب. ما شاء الله. شكلك في الحفل الختامي العشاء عليك. ها؟ يارا. اللي جو الحفل الختامي؟ الختامي حق البرنامج. حق البرنامج. ابو يارا. عشيكم؟ ايوه. والله ما عشيكم. افا. الا اذبح لكم بنفسي. الله يسلمك. طيب. ابو يارا. يلا اسلم راشد. من قال سالم ما شاء الله من كثر الرصيد يمدي يتصدق، بعد القريه يروح يمشي يوزع. ما شاء الله. السؤال عند عبد الله بن دفنه يقول السؤال ما هو البلد العربي الوحيد الذي ليس فيه صحراء؟ مصر، الاردن، لبنان. تعرف لبنان صح؟ لبنان.
شارك ولا لا؟ يلا شارك. مناصبة. يلا. مناصبة. بس لا تجاوب إلا بعد ما يعطيك الأوكي. أوكي. طيب هي مناصبة عموما بينهم. لبنان ها؟ لبنان. لبنان. الإجابة صحيحة برافو. لازم أعوض. طيب شاركني لبنان. عندك 2 3 4 هو قالوا تعال ايش تسوي؟ ها تخيل سالفة ترفيه اي صندوق شاب ها تخيل سالفة ترفيه مثل تبغى كم؟ عاد انت ابو اسامه يلا يا الله توكل على الله. ثلاثة صندوق رقم 3 عبد الله بن دفنه طبعا بالمناصفه مع بندر العلي. الله اعلم طبعا المشاهدين ادرى فيها اذا كان سكان مبلغ كبير او فيها سالب والهم والراح طبعا خاف ان نلحق القوم عباته ضيع عباته همور طيب. بعينك همور ويرشت ويرشت اذا بعرف باشرك همور يا شباب رقم 3 وش فيه بالضبط؟ شيء يستاهل 600 ريال تستاهل برافو 300 ريال عبد الله بن دفنه 300 ريال بندر العلي يضاف الى رصيدكم. ننتقل لعبد المجيد طويرش طبعا الكل ما شاء الله جمع. السؤال لك يا طويرش كيف اهلك الله تعالى قارون اغرقه باليم احرقه بالساقه خسف به وبداره الارض شباب شباب عشانك عارف الصب طويرش يا طويرش ضيع على نفسك عارف الصب شباب يقول كلهم عندهم اجابه اذا عندك اجابه عند مجيد طويرش تبي تغامر غامر تبي تناصف احد ناصفه او ما تناصفني اعرفه عارفه طويرش شارك يا طويرش شاركني اني اعرف حطها مشاركه ها حطها طويرش انا هو تطلع ببالها ب 20 يمكن تخطي طويرش طويرش يمكن تخطي وسلم 600 وتروح عليه انا 10 ثواني مشاركه مع وائل مناصفه مع وائل بين وائل وبين عبد المجيد الطويرش اغرقوا باليم اغرقوا باليم باليم اغرقوا باليم يقول تستاهلون 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 اجابه للاخر خاطر خسف به وبداره الارض خسف به تستاهلون خسف 30 شباب افتحوا الصناديق رقم 2 كم فيها؟